السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفو نحاول نخدم معكم واحد النموذج لمادة التربية الإسلامية، نموذج موحد مادة التربية الإسلامية. كنظن غتكونوا عارفين الدروس يعني اللي حددوا لكم. كنت ديجا وعدتكم واحد الفيديو ولكن ما كتبش، يعني اصلا ما بقاش الوقت بزاف. دونك كنتمنى تكونوا عارفين شنو خاصكم تحفظوا، شنو الصور اللي غادي تحطوا. اللي ما عارفش يخليها لي في لي كومونتير باش هكا دغيا نعمل لكم شي فيديو نوريكم الدروس اللي تركزوا عليهم. نبداو على بركه الله. دائما التربيه الاسلاميه كنبداو بواحد الوضعيه، كيكون واحد النص كيتحط فيه واحد الوضعيه اللي من خلاله كيتحطوا بزاف ديال الاسئله. قال لك: ذهبت الى المسجد مع اخيك الصغير لاداء صلاه الجمعه خلال شهر رمضان. في الخطبه تحدث الامام عن الصوم، شفتوا ها هو الدرس ديال الصوم هنا كاين، وعن مراحل دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه، هي ديك الدعوه السريه للرسول صلى الله عليه وسلم. كما تحدث عن قصه اصحاب الجنه حاثا الناس على مراعاه حق المسكين، مستشهدا بايات من القران الكريم. وأثناء الصلاة تلا الإمام في الركعة الأولى بعد الفاتحة آيات من سورة الملك، هما ذكروا هنا سورة الملك. قالوا: بلى قد جاءنا نذير، إلى قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عند خروجنا من المسجد لاحظت أن أخاك لم يستوعب جيدا ما جاء في خطبة وصلاة الجمعة، فقررت مساعدته. هذه هي الوضعية، دي وضعية انطلاق باش غادي تنطلقوا ان شاء الله اسئله. قال تعالى: والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج. قال تعالى: فاصطع بما تؤمر، اعرض عن المشركين. اذا اول سؤال: قدم المساعدة لأخيك الصغير مستعينا بما ورد في الوضعية ومستثمرا مكتسباتك في التربية الإسلامية. واخ، ذكر أخاك الصغير كتابة بالآيات التي تلاها الإمام في الركعة الأولى. إذا سورة الملك تكون محفوظة عن ظهر قلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قالك: اشرح له يخشون، يعني مثلا غادي زعما غادي تشرح لخوك اش كيعني يخشون، يعني يخافون، الخشيه او الخوف، يخافون. حدد له القاعده التجويديه في قوله تعالى: بلى. اذا بلى فيها الاماله، راه ديجا كاين القواعد التجويديه في واحد الفيديو راه حطيته في القناه. رابع سؤال: ساعده على تحديد معنى الصيام شرعا. إذن الصيام شرعا شنو هو؟ هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقرب إلى الله. خامس سؤال: قالك: أذكر له شرطين من شروط الصيام. شنو هما شروط الصيام؟ ذكروا جوج، أنا نذكرهم كامل حاجة: الإسلام، العقل، البلوغ، الإقامة، الاستطاعة.
الطهارة من دم الحيض والنفاس. سادس سؤال، ذكر أخاك بمراحل دعوة رسول الله. إذا المراحل ديال الدعوة، أولا الدعوة بدات حسن جدا سرية، من مراها علنية أو لا جهرية. سابع سؤال، استخرج من الوضعية الآية التي دعت إلى الجهر بالدعوة لتبين بها لأخيك مجهودات الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. إذن الآية هي فاصدع بما تؤمر وأعرض عني المشركين. ضع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال لك ذكر أخاك بقصة أصحاب الجنة من خلال إجابة عن السؤالين التاليين. ما هو الحق الذي لم يرعه الأبناء بعد وفاة أبيهم؟ شنو من حق؟ حق المساكين أو لحق المسكين. ما هي العبرة التي تستخلصها من قصة أصحاب الجنة؟ شنو هي العبرة اللي استخلصتها من قصة ديال أصحاب الجنة؟ مساعدة الفقراء، تجنب البخل، الالتزام بالصدقة، إلى غير ذلك. جيتكم بواحد طريقة سحرية، طريقة سحرية اللي كنت أنا كنعتمدها. شنو هي طريقة الحفظ السهلة؟ أنك تحفظ بالفهامة، فهم عاد تحفظ. أما إلا حفظتي بلا فهامة ما غاديش تعقل. دائما الدراسة باش تسهل عليك طبقها على أرض الواقع، يعني الدروس ديالكم ديال التربية الإسلامية كتهضر على عهد الرسول، كتهضر على شحال من حاجة. دونك حنا علاش ما نستغلوش الفرصة ونتعرفوا على الدين ديالنا، نتعرفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نتعرفوا على الله سبحانه وتعالى، نتعرفوا على القيم والحكم والفرائض والسنن، يكون عندنا واحد الفكره شامله على الدين ديالنا من غير الموحد. حنا غندوزوا الموحد غادي نساليوه والدروس غادي نساوهم. لا، بالنسبه للحاجه اللي كتعلق في الدين ديالنا والاسلام ديالنا ما نساوهش، نكونوا عارفينه. كل واحد ناخذ من عنده معلومه، نمشي عند ماما نسولها على هذه المعلومه، نمشي عند بابا نسولو على هذه المعلومه، نمشي عند خويا الكبير، نمشي عند عمي، نمشي عند خالي، كل واحد يعطيني معلومه نبسطهم وندخلهم في دماغي. واحد المبدا خاصكم تمشيو عليه هو انكم ما تردوش السلعه المواليها. انا نفهمها لكم. الاغلبيه ديال الاساتذه غتكونوا بالتاكيد سامعينها، كيقولوا كيشوفوا مثلا شي ورقه ديال شي تلميذ وكيقولوا بضاعتنا ردت الينا. اش كتعني العباره ديال بضاعتنا ردت الينا؟ يعني هذاك الشيء اللي عطاك رجعتيه ليه، ما زدتي عليه، ما نقصتي، ما حطيتي الحاجه بالفهامه. الو شي الاستاذ، شي الا انت جاوبتي على السؤال بطريقتك انت، بشنو فهمتي، بش كيفاش كيبان لك الاسلام، شنو الطرق اللي خديتي، شنو المعلومات اللي استفدتي منه، الاستاذ غيعجبو الحال بالتاكيد. راه ما غاديش يحط لك نقطه ناقصه بالتاكيد، حيت غيعرفك انت فاهم قبل ما تكون حافظ فاهم. فيلا هو معايا على بركه الله. وجدت لكم تقريبا 43 سؤال، 43 سؤال في جميع ديال الدروس ديال العقيده، يعني الدروس ديال التربيه الاسلاميه. اللي غنأكد لك انك غتكمل الا كملتي هذا الفيديو حتى الاخر، فانا متاكده مليار في المئه، ماشي غير 100%، مليار في المئه انك غادي تفهم التربيه الاسلاميه وما غتحتاجش ترجع ليها. علاش؟ حيت غنوريك التربيه الاسلاميه بالفهامه، غتفهمها، غادي نحببك في التربيه الاسلاميه. عندي جوج ديال الشروط اولا جوج ديال الطلبات غنطلبكم جوج طلبات، جوج طلب. الطلب الاول انك غادي تشد تليفونك او لا بيسي او لا طابليت وغادي تمشي لواحد البلاصه معزوله، غتجلس بوحديتك وغتكونسونطرا، دير لي زيكوتور اولا الا ما كانوش عندك غير سمعني وركز معايا، ركز معايا شنو غادي نقول لك.
واخا حل معايا دماغك وركز معايا. هذا الفيديو يقدر يكون فيه جوج الاجزاء، الا جاني طويل غادي نقسمه لكم لجوج داكو. هذه اول حاجه. ثاني طلب اللي غادي نطلبوا لك ورقه وستيلو وكتب معايا، ورقه وستيلو وكتب معايا اي معلومه لقيتي راسك انت ما عارفهاش كتبها باش تعقل عليها. حسبوني انا معاكم حداكم وكنسولكم اسئله. دونك الملخص اللي عطيتكم ها 43 سؤال ما يمكنش الموحد دوزوه بلا ما يتحط لكم سؤال من هذا الشيء، بالتاكيد بالتاكيد، حيت هذا الشيء طلبوه منكم هما، حيت هما قالوها، قالوها شنو غنحطوا شنو غنحطوا شنو غنحطوا. نبداو على بركه الله. اول حاجه دونك شنو كيف ما قلت لكم، دونك كيف ما قلت لكم تخيلوا انني انا حداكم وكنسولكم، بطبيعة الحال تكونوا كتجاوبوني من مور الشاشه. الا قلت لك اول سؤال عرف الايمان باليوم الاخر، يعني اليوم الاخر كنسمو حنا اليوم الاخر شنو كيعني، شنو كيعني هذا اليوم الاخر؟ اذا اليوم الاخر هي القيامه او لا هي يوم البعث. يقدر يسولك شنو الاسماء الاخرين اللي عندي عند اللي كاينين ديال اليوم الاخر، هي القيامه وكاين يوم البعث كاين يوم الحساب وكاين الساعه. اربعه ديال كتبوا معايا نتوما كتكتبوا، الا ما عرفتوا شي حاجه كتبوها. اربعه ديال الاسماء ديال اليوم الاخر، يا اما يوم البعث يا اما الساعه يا اما القيامه ويا اما يوم الحساب. واخا كيف ما قلت لكم عرف الايمان باليوم الاخر، اذا التعريف حفظوا فهموا فهموا بعدا اش كيعني يوم الاخر. اليوم الاخر بعدا هو يوم استأثر الله بعلم وقت وقوعه. اذا شنو كتعني هذه المعنى؟ ربي سبحانه وتعالى بوحديته اللي عارف يوم القيامه فوقاش، ياك يبعث الله من في القبور للحساب والجزاء. اذا في يوم القيامه شنو غيكون؟ هذوك الموتى لا كاملين غادي يموتوا غادي يتبعثوا من القبور، يعني الله سبحانه وتعالى غادي امر اننا نوضوا من القبور غادي نمشيو ليوم الحساب ويوم الجزاء. دابا فهمتيها؟ راه الا ما حفظتيش التعريف، الا قال لك شنو هو يوم الاخر غتقدر دير واحد التعريف من راسك اش كتعرف عليه. هو يوم لا يعلم بوقت وقوعه الا الله سبحانه وتعالى، ياك يبعث الله فيه يوم فيه من في القبور للحساب والبعث والجزاء. بوحدي للحساب والجزاء بوحديتك تقدر تكون واحد التعريف واخا انت ما حافظتش الدرس. اهم حاجه فهم شنو كيعني يوم الاخر. ندوزو لثاني سؤال، عرف الملائكه. شكون هما الملائكه؟ انت اولا انت اش كتعرفوا على الملائكه؟ اذا الملائكه فهي مخلوقات نورانيه. اش كتعني مخلوقات نورانيه؟ انها مخلوقات خلقت من نور، من النور، تفهمنا؟ عظيمة الخلق، عندها واحد الخلق عظيمة شديدة القوة، فهي قوية. الملائكة عندها واحد القوة خارقة، خصها الله بمجموعة من الوظائف وهي تطيع الله وتسبحه. إذا علاش الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة؟ خلقهم كل واحد فيهم عطاه واحد الوظيفة. مثلا انت غادي انت مخصص بالرياح، انت مخصص ب ب ب فهمتي يعني بزاف ديال الوظائف. وشنو كدير العمل ديالها؟ العمل ديالها الاساسي او الرئيسي هي انها تطيع الله وتسبحه. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. اذا اللي في الارض اللي احنا البشر والحيوانات نسبح الله سبحانه وتعالى، وكذلك اللي في السماء. شكون اللي في السماء؟ الملائكه. اذا الملائكه العمل ديالها الاساسي هو انها تطيع الله وتسبحه. فهمه اي فهمه. نمشيو لثالث سؤال، كم دامت الدعوه السريه؟ لا نعرفوا اش كتعني الدعوه السريه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة، الدعوة ديال الإسلام. أول حاجة بدا بها هي الدعوة السرية. اش كتعني الدعوة السرية؟ الدعوة السرية هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الإسلام بسرية، يعني بتخبية. مثلا كيمشي عند شي واحد كيدق عليه كيقول له كيعرفوا على الإسلام شنو كيعني وخاصك تصلي وخاصك تصوم. عاوتاني بسلامة بسلامة كيمشي عند واحد آخر عاوتاني كيدق عليه، يعني واحد بواحد، ما جاش وعلنها، ما جاش وجمع بزاف الناس وعلنها علانية، بسرية. كيعرف الناس اللي كيتق فيهم ويقدروا يآمنوا به ويآمنوا بالدعوة كيمشي لعندهم وكيعاودها لهم. كم دامت قلنا الدعوة السرية؟ عقلوا عقلوا 3 سنين.
3 سنين هو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام بسرية. رابع سؤال، كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته؟ كيف ما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة دياله سرا، هذا هو الجواب سرا. سؤال خامس، ما الهدف من الدعوة سرا؟ إذا سؤال، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم من جاي يدعو من جاي يدعي إلى الإسلام دعا بالسر، علاش في نظركم؟ خوفا من وقع الفاجئة من قبل كفار قريش. إذا شنو السبب؟ هو خاف من كفار قريش أنهم تجيهم بحال واحد الصاعقة، بحال واحد الفاجئة، هما كيعبدوا الأصنام وبتشبتين بالأصنام وكيآمنوا بالأصنام، وغادي يجي شي واحد يعني في لحظة غيقول لهم لا راه كاين واحد الله، راه كاين واحد الدين سميتو الإسلام، ما غيتقبلوهاش. داكشي علاش هو بدا بشوية، بدا بسرية. السؤال السادس، ما الآية التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدعوة؟ ركزوا مزيان على الآيات الدلالية، يعني الآيات التي كتدل على واحد الحاجة. دونك بحال هنا مثلا هنا طالبوكم بالآية اللي دعات اللي الله سبحانه وتعالى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن دعوته تكون سرية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذه هي الآية اللي كتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتبليغ دعا إلى تبليغ الدعوة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذرهم قل لهم راه الأصنام ماشي إله، راه كاين واحد لا إله إلا الله واحد، فهمنا؟ السؤال السابع، ما حكم صلاة التراويح؟ سمعوا اش كتعني حكم؟ حكم يعني واش فرض أو لا سنة؟ فرض شي حاجة فرضها علينا الله سبحانه وتعالى، بحال الصلاة، الصوم، الزكاة. السنة هي شي حاجة اللي إلا درتيها كتاخذ الأجر، وإلا ما درتيهاش ما كتاخذش العقاب، تفهمنا؟ إذا ما حكم صلاة التراويح؟ فهي سنة. صلاة التراويح اللي كنصليوها في رمضان من مور الصلاة ديال العشاء فهي سنة، يعني غير واجبة. اللي صلى صلاة التراويح كياخذ الاجر، واللي ما كيصليهاش ما عليه حتى شي ذنب. ثامن سؤال، عرف صلاة التراويح. اذا شنو كتعني صلاة التراويح بالنسبة لي؟ صلاة التراويح فهي صلاة واش بالنهار ولا بالليل؟ ليلية، صلاة ليلية كتصلى بالليل. نعطيو التوقيت ديالها، تؤدى في شمن شهر؟ شهر رمضان. وتصلى بكل عدد شفع بعده وتر، والوقت ديالها فوقاش؟ بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. هذا هو التعريف ديال صلاة التراويح. تاسع سؤال، ما فضل صلاة التراويح؟ إذا اللي كيصلي التراويح شنو كيكون الفضل من عند الله سبحانه وتعالى؟ هو نيل الأجر ومغفرة الذنوب. ملي كنحرصوا على صلاة التراويح فإن الله سبحانه وتعالى كيجازينا بواحد الأجر وكيغفر لنا الذنوب ديالنا. السؤال الموالي، من هي آسيا امرأة فرعون؟ إذا كنعرفوا كاملين القصة ديال فرعون. هاد آسيا شنو كتجيه وشكون هي أصلا؟ هي امرأة أوت موسى. إذا لاحظوا معايا، أوت موسى، أوت هي احتضنت، بحال مثلا تكفلت، يعني جابته لدارها، رباته، فهمنا، صرفت عليه، اعتنت به، وآمنت برسالته. حيت موسى صلى الله عليه وسلم الرسالة ديالو كانت هي الإسلام وتوحيد الله. فتعرضت، لاحظوا معايا القصة ديالها، تعرضت للتعذيب من قبل زوجها فرعون. نعم، فإن فرعون قد عذب امرأته آسيا، علاش؟ حيتاش وقفت في الصف ديال سيدنا موسى وآمنت بالرسالة ديالو. فثبتت على دينها، يعني ماشي غير عنفها رجلها او لا ضربها او لا تعدى عليها، قالت صافي انا غادي ما غاديش نبقى في الصف ديال موسى. وماتت في سبيل الله وكان جزاؤها الجنة. اذا الله سبحانه وتعالى بشرها بالجنة. سؤال موالي، ما القيمة المستفادة من قصة آسيا؟ إذا أنت ملي كتسمع القصة آسيا شنو 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 كتحس؟ أولا شنو ما القيمة؟ يعني شنو اللي تستنتج منها؟
لاحظوا معايا سطروا مزيان على القيمه كيحطوها بزاف، هي الثبات على الحق والايمان، واخا تعرض للتهذيب للتعذيب، واخا تعرض للارهاب، واخا تعرض للعنف، واخا تعرض للاضطهاد، فتبت على الدين ديالك، تبت على الايمان ديالك، وتبت على الحق. السؤال الموالي، من هي امراه عمران؟ اذا امراه عمران شكون هي؟ امراه عمران كانت امراه عمران عاقرا، عقلو امراه عمران، فهي كانت عاقرا ما كتولدش لا تلد، لكنها كانت راضية متفائلة موقنة من فرج الله. لاحظوا معايا، واخا ما كانتش كتولد ماشي كتجلس تبكي وكتحزن كتدخل اكتئاب، لا، كانت مؤمنة متفائلة متيقنة بأن الله سبحانه وتعالى واحد النهار غيجي واحد النهار وغادي يفرج عليها. فدعت الله أن يرزقها ولدا فاستجاب الله دعاءها فحملت. شكون ولدت؟ ولدت مريم. ثم ولدت مريم فشكرت الله وحمدته. لاحظوا معايا، نعود القصة ديال امرأة عمران. امرأة عمران كانت واحد المرأة اللي هي عاقر لا تلد، ولكنها كانت راضية بقضاء الله وقدره، وكانت متفائلة وكتطلب الله، نهار اللي طلباته وكتسنجد به استجاب الدعاء ديالها وحملات، رزقات بنيتها. شكون هي؟ هي سيدتنا مريم. سؤال موالي، ما القيمة؟ عقلوا على هذه القيمة، كتعاود بزاف، ركزوا عليها. ما القيمة المستفادة من قصد امرأة عمران؟ إذا أنت ملي سمعتي القصة ديال، أولا أنت ملي سمعتي القصة ديال امرأة عمران، شنو بالك؟ أولا شنو الفكرة اللي طاحت عليك؟ أولا شنو الحاجة اللي زدتيها في دماغك؟ هي الرضا والتفاؤل. أي حاجة وقعت لينا في الدنيا خصنا نكونوا راضين بها ومتفائلين وحمدين الله سبحانه وتعالى عليها. سؤال موالي، ما هي الوسيلة إلى معرفة الله عز وجل؟ سؤال زوين، أنت براسك خاصك تعرفه. باش نعرفوا حنا الله شنو خصنا نديره؟ يعني من غير أننا نبحثوا في الكتب، نقرأوا القرآن، نقرأوا سيرة النبي، أهم حاجة شنو هي؟ هي التفكر في المخلوقات. أهم حاجة كانوا كيديروها جميع الرسل وجميع الأنبياء، شنو هي؟ كانوا كينعزلوا، كيمشيوا لشي غار، كيمشيوا لشي جبل، كيمشيوا لشي طبيعة، وكيبقاو جالسين والتفكر. شكون التفكر؟ يعني هاد السما شكون اللي خلقها؟ هاد النجوم شكون خلقهم؟ هاد الشمس شكون خلقها؟ طيور شكون خلقهم؟ الجبال، الهضاب، السهول، المياه، البحار، هادشي شكون اللي خلقو؟ اذا هذا كتسمى التفكر في المخلوقات لمعرفة الخالق. سؤال موالي، ما فائدة التفكر في مخلوقات الله عز وجل؟ اذا شنو الفائدة الا بقينا حنا كنتفكروا؟ شنو هي الفائدة؟ الفائدة هي ان التفكر فهو عبادة. نعم، شي مي كتفكر، ملي كتبقى تسول هاد الأسئلة، فأنت بحال اللي كتعبد الله، ماشي بحال، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة. باش كتفيدني؟ تزيدني معرفة بربي وتعظيما له، كتزيد تعرفني بالله سبحانه وتعالى وبالعظمة ديالو، بلي هو عظيم وخلق هادشي كامل. سؤال موالي، آيات توجهني إلى التفكر في المخلوقات لمعرفة الخالق. إذا مثلا تنقولوا هاد المعلومة أو هاد النصيحة ديال التفكر في المخلوقات لمعرفة الخالق أو عظمة الخالق، كاينو آيات أو لا آية. قال تعالى، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذا هذا هي الآية اللي كتوجهني إلى التفكر في المخلوقات. سؤال موالي، هل اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم واش حياته كاملة أو طيلة الدعوة كان ينشر الإسلام غير سرا؟ لا، انتقلت دعوته صلى الله عليه وسلم جهرا مصداق. اذا جهرا كاين سرا، الضد ديالها هو جهرا، سرا هو غير بشويه، يعني سرا ما كيعرف حد، جهرا هو اللي كيعرف كل شيء علانيه، فهمنا؟ جهرا هي علانيه.
لقوله سبحانه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فاصدع اذا يعني بحالي يعني قولها يعني صافي جهر بها تفهمنا واعرض عن المشركين. السؤال موالي لاحظوا معايا دائما الاسئله ديال القيم. اذا القيم المستفاده من دعوه الرسل المشركين جهرا. لاحظوا معايا المشركين الله سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم انه يمشي يدعيهم يمشي يقوم بالدعوه جهرا علانيه بكل شيء يسمع. اقتدي برسول اذا شنو هي القيم شنو هي القيم الرسول صلى الله عليه وسلم علاش مشى يعني تواجه مع المشركين وقال لهم على الدعوه وعلى الاسلام وعلى الله سبحانه وتعالى جهرا وعلانيه. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جرأته شيك ما قلت لكم عنده الجرأة في قولي شنو قول الحق وصبره على أذى المكذبين بدين الله عز وجل. لاحظوا معايا شنو القيمة اللي غنستخلصوا أن ما نسكتوش على الحق ما نسكتوش على الحق. شنا شي حاجة فيها الحق نهضروا عليها ما نهضروا عليها. وتاني قيمة هو الصبر. الصبر على ايش؟ الصبر على اذى المكذبين له. اذا هذوك المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وقال لهم فوالا راه كاين الله سبحانه وتعالى كاين واحد اله ماشي هاد الاصنام كاين واحد الدين سميتو الاسلام. شنو داروا هما؟ واش تيقوه؟ واش امنوا به؟ لا كذبوه وعاملوه بمعامله خايبه. شنو داروا ليه؟ السب كانوا كيسبوه كيعايروه. الترهيب كانوا تيخوفوه. الاعتداء جسدي كانوا كيضربوه كانوا كيرميو عليه الحجر شحال من حاجه. ندوزو للسؤال الموالي اتعرف حكم الصيام والفائده في تشريعه. اذا قلنا شنو الحكم واش هو فرض او لا سنه. اذا الصيام اش كتعرفوا عليه؟ طبعا فرض. فالصيام فهو فرض من فروض الاسلام. مصداقا الفائده من تشريعه اذا الفائده من تشريعه كاينه ايه عقلوا عليها. يا ايها قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب كتب فريضة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا شنو الحكمة من تشريع الصيام؟ هي التقوى. كنتمنى تكونوا كتكتبوا معايا ما كنزربش كنضرب شوية. سؤال موالي اعرف الصيام. اذا شنو هو الصيام؟ تعريف بسيط. الصيام هو الامساك. شنو الامساك؟ هو كنحبسو. الصيام هو الامساك عن شهوتي الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.